ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا تتفرجوا على الفيديو ده، وحشتوني من الفيديو اللي فات. راجع لكم فيديو جديد النهارده، فيديو عن برفيوم. بس قبل ما ابدا فيديو النهارده، للبنات اللي لسه جديده معانا في القناه، انا قناتي اسمها ذا بيوتي فلوج، من اسمها كده بيوتي. بتكلم عن البيوتي، كل انواع الميك اب والوصفات الطبيعيه. بتكلم برضو على البرفانات زي ما انتم شايفين قدامكم. بكلمكم عن تركيب البرفانات لو اي بنت عايزه تعرف تركيبه او تعرف مواصفاته قبل ما تشتريه، لان كلنا عارفين اسعار البرفانات مش رخيصه. برضو اكلات كده، وصفات اكلات كده على قدي، ممكن تشوفها برضو في القناه، فلوكات بره في البلد، في محلات. يعني هي قناه منوعه، فلو القناه محتوى عجبك يا ريت تشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجي لكم بيشاع. يلا بينا نبدا فيديو النهارده، يلا بينا. النهارده هتكلم عن برفيوم، في نقطتين او ثلاثه بتكلم فيهم، دول ثابتين بقولهم في كل فيديو عن البرفيوم. اول نقطه، انا جايه اقول لك مواصفات البرفيوم وتركيبه، عشان لو انت عايزه تشتري برفيوم تحطيه في البيت مش عشان تخرجي بيه، ولو هتخرجي بيه يبقى تحطيه بكميه تبقي انت بس اللي شماها، ما تبقاش البرفيوم تبقاكي 5 متر قدام. بس لو تحطيها نايه بكميه قليله تبقي انت بس اللي شماها كده، تمام. النقطه الثانيه، ان اي برفيوم يختلف من بنت للتانيه، فانت ممكن تشمي برفيوم على واحده صاحبتك تعشقيه وتحسي ان هو جميل جدا، تكري تشتريه تجربيه على نفسك، ما تحسيش ان هو حلو. ليه؟ لان البرفيوم بيتفاعل مع الكيمياء بتاعه الجسم، فبيتفاعل مع الكيمياء بتاعه كل بنت، وممكن هيطلع ريحه متشابهه، بس ممكن تحبيه على واحده وتنفرك على واحده تانية. فيفضل ان انت لو عجبك اي برفيوم تحاولي تجيبي منه سامبل تجربيها عليكي الاول عشان تشوفيها تحبيها ولا لا. ما عرفتيش تبقي ممكن تروحي تشوفي في اي محل تجربيه عليكي، ترشيه عليكي، تشوفي كده طول النهار هيتغير مع الكيمياء بتاعه جسمك، هيدي في الاخر ريحه شكلها ايه، عشان تبقي متاكده قبل ما تشتريها. النقطه الثالثه والاخيره، انا بجيب برفاناتي منين؟ انا برفاناتي اما بشتريها من ستور من بره، ما جربتش ان انا اشتري الصراحه في ستور من مصر، اشتريت من ستور من بره، او في جروبات اونلاين كتيره بتبيع برفانات. بس عايزاكم برضو تعرفوا ان في جروبات كتيره بتبيع برفانات مضروبه، فانا اتعاملت مع 3 جروبات للبرفانات. هي الجروبات دي صراحه ثقه واسعارهم تحفه، هتلاقيها احلى من اي اسعار بره. هسيب لكم اللينكات بتاعه الجروبات دي تحت في صندوق الوصف. بنات كويسة جدا وذوق جدا، وبيوفروا اي برفان انت عايزاه، يعني انت ممكن الحاجة اللي انت عايزاها تلاقيها مش معروضة، ممكن تطلبي منها وهي تجيبها لك. وفي جروب منهم في ميزة كده ان هو بيقسم البرفانات، يعني البرفان بيبقى مثلا 100 ملي وانت مش عايزة تجيبيه كله وكتير عليكي سعره، ممكن يقسم لحد 10 ملي. عايزة تجيبي 10 ملي جربيهم عليك الاول، عايزة تجيبي 20 50 70، زي ما تحبي بيقسموا البرفانات، ممكن تاخدي الكمية اللي انت عايزاها. كده خلصنا النقط الثابته بتاعت كل فيديو بتاع البرفان، يلا بينا نتكلم عن البرفان بتاع النهارده. برفان النهارده زي ما انتم شايفينه قدامكم اسمه إليان، الكائنات الفضائيه. مش عارفه الاسم ده جاي منين. البرفان ده مشهور، مشهور قوي ومميز. فالبنات اللي متابعه البرفانات او بتسمع فيها او بتحب تقرا فيها وتتفرج عليها فيديوهات، البرفان ده مشهور، هتلاقيه خبط في وشك كذا مره. انا جايبه لو انتم شايفين من ورا طبعا تستر، انا في حاجات كتير بجيبها تستر، فالجروبات دي بتبيع تستر وماستر حسب ما انت تحبي، بس التستر بيعمل زي الماستر بالظبط، فما تقلقيش. انا زي ما انتم شايفين انا جايبه ورا هنا اهو، مكتوب عليها اود تواليت مش اود برفان. ماشي، عايزين نعرف ايه الفرق بين الاثنين، في اود برفان وفي اود تواليت. الفرق بقى اود برفان ده ايه؟ تركيز البرفان بتاعه بيبقى عالي، وعشان التركيز بتاعه يبقى عالي بيبقى ثباته فظيع، يعني ثباته طويل. بس المشكله اللي فيه ما بيبقاش فواح، يعني تبقي انت اللي شماها او حد هيجي يسلم عليك هيشمها، ما بتبقاش اللي هي فواحه قوي وقويه. الاو دي تواليت ايه بقى الفرقها عن التانية؟ بيبقى تركيز البرفان فيه اقل، على هذا الاساس عشان التركيز اقل هيبقى ثباته اقل، يعني مش هقعد معاكي مثلا اليوم كله، لا ممكن 5 6 ساعات. بس النقطه المميزه فيه ان هو فواح، يعني انت هتحطيه الريحه بتاعته تبقى قويه قوي وباينه، فانتي بقى على حسب ذوقك، انت عايزه ريحه تبقى فواحه وباينه بس ثباتها هيبقى اقل، يقعد معاكي فتره اقل وتركيز البرفيوم فيها هيبقى قليل وسعره هيبقى ارخص، ولا انت عايزه تبقى التركيز بتاعه عالي ويقعد فتره طويله ويبقى قوي قوي كده، تركيز البرفيوم قوي وباين بس الريحه بتاعته مش فواحه وطبعا سعره هيبقى اعلى. فتشوفي بقى على حسب ذوقك او حسب انت عايزه ايه هتنقي منه. انا كنت جايبه ده اوضه تواليت لان كان في نقطه انا سمعت عنه كتير، ولو في بنات متابعه تبقى سمعت عنه، ان هو التكوين الاساسي فيه هو ورده الياسمين. فانا من البنات اللي مش بتحب ورده الياسمين او مش بتحب ريحه الياسمين، فانا كنت خايفه ان انا اجيبه اللي هو المركز يبقى قوي وباين قوي فاقفل منه، فقلت اجيب الاوضه تواليت اجرب فيه. فكده عرفنا من الكلام من تكوينه، هو تكوينه اللي داخل فيه عندك اللي هو فلورال يعني ورد،
وفي عندك سترس يعني موالح داخله فيه، داخل فيه جنجر اللي هو جنزبيل ومديله ريحه السبايسي شويه، وفي ريحه وودي، وودي دي اللي بتخليه مركز واتقل شويه. هو خليط كده عجيب من شويه مكونات داخله بعضها. او ما انساش برده ان هو داخل فيه سنه فانيليا لو مدياله سويت بس قليل قوي مش باينه خالص. فهو البرفيوم ده صراحه مركب ومعقد، في ناس كتيره بتاخده من كتر ما تركيبه او الريحه بتاعته مميزه وباينه قوي. في بنات بتاخدها على انها البرفيوم السيجنتشر بتاعتها، يعني دي البصمه بتاعتها ما بتغيرهاش لانه برفيوم مميز جدا. في بنات اللي بتحبه قوي ما بتغيروش وبتحطه في كل المناسبات. فاحنا هنا تكوينه الياسمين ده طاغي، وفي السترس، بس السترس ده مش باين قوي، اللي باين كمان السبايسي، حته السبايسي والودي، الياسمين والسبايسي والودي الخليط ده مع بعضه عامل ريحه غريبه كده، ريحه صراحه يونيك، اقدر اقول عليها يونيك. تمام، فانت هتشميها مش هتشميها في ريحه تانية. البرفيوم ده غريب، يا اما تحبيه قوي يا اما تكرهيه قوي. انا الصراحه اول ما جبته ما عجبنيش، قفلت منه، بس جه عليا الشتا حسيت ان هو مناسب مع الشتا شويه، بدات احبه وبدات احس ان هو شيك. انا ببقى عايزه مناسبه كده، عايزه تبقى ريحتي مميزه، ريحتي مش اي ريحه كده، او ريحه سويت او ريحه ورد او بتاع، ريحه كده خليط من كله مع بعضه بقوم مستعملاها فيها، فهي ريحه مميزه. هو في برضو غموض، يعني التركيب والحاجات اللي متداخله في بعض دي تشميها تحسي شويه بغموض. فغموض ده ساعات بيديكي سنه اللي هو سكسي شويه، انك تبقي واحده سكسي ان فيها غموض، ان احنا عارفين ان الغموض ده بيدي شويه اللي هو انجذاب شويه للريحه او الحاجه الغامضه، او انجذب الحاجه الغامضه بعدين نستكشفها، فهو بيدي شويه حته غموض، ده بيعمل جذب ليه. هتكلم على ثباته، طبعا احنا قلنا ان ده اوضه تواليت، فثباته هيبقى اقل شويه 4 أو 5 ساعات. بس انا كنت جربت سامبل من البرفيوم بتاعه، البرفيوم بتاعه تقيل جدا وثباته فظيع، هيقعد معاك في هدومك لمده اسبوع. فثباته عالي كبرفيوم اوضه تواليت، لا ثباته اقل شويه واخف شويه كريحه، مش مركزه قوي كده. عايزين نعرف نحطه امتى على مدار السنه، احنا اتعلمنا نعرف من تركيبه يتحط على مدار السنه في اي فصل، يعني داخل فيه ورد فهينفع في الربيع، داخل فيه حته الودي والفانيليا والسبايسي مخلياه شتاء وخريف، ينفع شتاء وخريف. السترس اللي فيه مخليه ينفع صيف، بس انا حاسه ان البرفيوم ده اكتر شتاء وخريف، يجي بعد كده الربيع والصيف، ده اقل حاجه تقيل شويه على الصيف. ممكن اوضه تواليت ينفع كصيف، بس برضو مع ان اوضه تواليت اخف شويه بس انا بستتقله شويه في الصيف، هو الشتاء والخريف ويجي بعد كده بعديه الربيع، ممكن تستعمليه في الربيع بس في الصيف هستتقل شويه على الصيف. نشوف هنستعمله الصبح ولا ليل. انا شايفه ان البرفيوم ده اكتر ميال لليل، مش شايفه ان هو تقيل شويه على الصبح، هو ينفع الليل كمناسبه تبقي عايزه ريحتك مميزه، تبقي ريحتك بارزه كده، هو ده مناسبات ليليه تمام حلو قوي. ايه سن البنات اللي ممكن تشتريه او تستعمله؟ انا شايفه ان البرفيوم ده ينفع لكل الاعمار، من سن العشرينات لحد الخمسينات. العشرينات داخل فيه الورد والسترس وسنة الفانيليا يليق معاها، الخمسينات يمشي معاها اللي هو برضو الودي ده مدي حبة شوية وقار وغموض فيمشي معاها. هو البرفيوم ده الصراحة انا زي ما قلت لكم ينفع يبقى سيجنتشر برفيوم، يبقى البرفيوم بتاعك اللي هو البصمة بتاعتك في كل المناسبات وكل الأعمار، فهو مناسب من العمر الصغير لحد العمر الكبير. بس في نقطة، البنات اللي ما بتحبش الياسمين مش هتحبيه، فبلاش تجيبيه لان ريحه الياسمين فيه مميزه وباينه جدا. بتحب الياسمين كنبع هتعشقيه. فهو في الاخر اقدر اقول عليه ان هو برفيوم مميز جدا، برفيوم يونيك، مش برفيوم ريحته هتلاقيها شبه روايح تانية او شبه حاجات تانية، لا هو قائم بذاته كده وليه ريحه خاصه مش زي ريحه اي حد. فللبنات العاشقه اللي هو تبقى مميزه وريحتها مميزه ومش زي اي حاجه تانية وشبه اي حاجه تانية، ده ليه. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب اكون فدتكم شويه المعلومات اللي قلتها دي وما اكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلكم فيه اشعار. وباي باي لحد الفيديو الجاي، باي باي.